تعالوا ناخد بعض الاخبار اللي اتقالت على الاهلي في السوشيال ميديا وبعض الامور المهمه جدا جدا. وكالعاده الناس دايما بتتكلم على الاهلي لكن بمنظور مختلف شويه. فخلينا نبتدي بالحساب الرسمي لليوم السابع. موسيماني يدرس استعانه بعدد من اللاعبين الاساسيين امام الاسماعيلي، وده امر طبيعي وهيحصل. ليه؟ لان اللاعبين الاساسيين بقى، انت الماتش اللي فات استعنت بايه؟ بعناصر شابه، بس انت في نفس الوقت عايز تجهز اللعيبه الاساسيه دي، لان عندك كاس العالم للانديه، وعندك تحديات افريقيه مهمه، وعندك الدوري، وعندك كاس مصر، عندك بطولات كتير قوي. فانت بالعكس انت هتلاعب ناشئين او هتلاعب شباب، بس هيكون معاهم العناصر الاساسيه اللي موجوده عندك عشان ياخدوا فورمه المباريات، عشان يكونوا جاهزين ولائقين لتحدي كاس العالم للانديه باذن الله تعالى في بدايه الشهر المقبل. كرة بلس كمان وحسابهم على تويتر وبيقولوا من اجل اكسابهم خبره او خبره المشاركه مع الفريق الاول، موسيماني يقرر استمرار الدفع باللاعبين الشباب خلال مباريات بطوله كاس الرابطه. مش هيبقى بنفس الكم في الماتش اللي فات، لكن هيكون في لعيبه شباب موجوده، او على اقل تقدير هيكونوا موجودين بعضهم على دكه البدلاء عشان يتم الدفع بيهم، وايضا اكسابهم الخبره زي ما هم بيقولوا كده في كرة بلس، وده امر مهم جدا بالنسبه للاهلي ومستقبله. خلينا كمان ناخد الاهرام وحسابهم على تويتر وبيقولوا ان لجنه التخطيط بالاهلي تناقش موسيماني في خطه الاستعداد لكاس العالم للانديه، ازاي الاهلي هيستعد مع وضع في الاعتبار ان انت عندك مجموعه كبيره جدا من اللاعبين الغائبين بسبب المشاركات الدوليه، واللاعبين المصابين للاسف اخرهم اكرم توفيق، بدر بنون، في شكوك بخصوص لحاقه بكاس العالم للانديه كمان. يعني بعض العقبات اللي بتقابلك، لكن انت قادر ان انت تتعامل مع مثل هذه الامور. خلينا كمان ناخد خبر اخر من مين؟ من يلا كورة. يلا كورة بيقولوا إن الأهلي يخضع لمسحة يوم 30 يناير الجاري قبل السفر للإمارات. السفر إن شاء الله يوم 31 من الشهر الجاري. في حالة اكتشاف إصابة لا قدر الله بخصوص أي لاعب أو أي فرد في البعثة بفيروس كورونا، سيتم استبعاده من المشاركة في كأس العالم للأندية. يعني إن شاء الله الكل يبقى جاهز والكل يبقى سليم تماما عشان نكون رايحين كاملين في هذه البطولة، رغم إن ممكن جدا نكون في لعيبة مش موجودة معاك لحتى الآن. يعني حساب في الجول بيقول إيه؟ بيقول إن الأهلي شدد إجراءاته الاحترازية بعد تحذيرات صارمة من خلال أو قبل كأس العالم للأندية، من خلال طبعا الاجتماعات اللي عن طريق كونفرنس مع الفيفا والمنظمين للبطولة. فده أمر طبعا بديهي ومهم جدا، وفي تجديد فعلا في الجانب ده. حساب يلا كورة، الأهلي استلم اليوم من الاتحاد الأفريقي مكافأة الفوز بكأس السوبر أفريقي وقيمتها 200,000 دولار. ما شاء الله الأهلي كل بطولة بياخدها بيدخلوا جوائز يعني مالية مناسبة، بخلاف طبعا المشاركات المتتالية في كأس العالم. فما شاء الله الأهلي مستريح قوي، ربنا يزيد ويبارك. خلينا كمان نروح لخبر آخر من المصري الرياضي وحسابهم على تويتر، واللي بيقولوا حقيقة اشتراط حسين الشحات ومساواته بمحمد الشناوي لتجديد عقده مع الأهلي. بقى يعني تصريحات حسين الشحات امبارح أنا شايفها تصريحات عقلانية جدا وما فيهاش أي أخطاء، يعني أو ما فيهاش أي مشكلة أو ما فيهاش أي حاجة تدعو للقلق أو لخلق أي نوع من أنواع الأزمات. حسين شحات زي ما هو قال في احدى البرامج التلفزيونيه انه ما اشترطش على النادي الاهلي، هو بس قال لهم يا جماعه انتوا عايزيني ولا مش عايزيني، ردوا قالوا طبعا انت معانا واحنا عايزينك ومحتاجينك. لحد دلوقتي ملف التجديد ما اتفتحش. حسين شحات عدى من عقده 3 سنين، اكيد الاهلي بيختار التوقيت المناسب عشان يفتح ملف التجديد مع اي لاعب من لعيبته. يعني الامور بسيطه، وهو اكد كمان خلال تصريحاته انه ما طلبش ان هو يتساوى باي لاعب من اللاعبين، يعني هو عارف ان الاهلي بيقدر لعيبته بشكل كويس جدا. بس هتلاقي بقى ايه يعني اخبار كتير على موضوع حسين الشحات وكلام من ده. المصري الرياضي حسابهم على تويتر، وده اخر خبر معانا من خلال اخبار النادي الاهلي. جلسه خاصه في الاهلي مع اكرم توفيق، يرجع ان شاء الله باذن الله النهارده بالليل او صباح الغد يعني، وهيكون في جلسه معاه عشان يتم تحديد مكان اجراء الجراحه. وما هنا بيقولوا ان الجراحه ممكن تكون في القاهره، لا في اتجاه ممكن تكون في المانيا بالمناسبه، لسه ما تمش الاستقرار على المكان اللي يتعمل فيه الجراحه يعني، لكن في استقرار على مكان التأهيل إن شاء الله بإذن الله بخصوص أكرم. وأكرم من اللعيبة الرجالة جدا اللي عندهم إصرار وعزيمة يعني مش موجودة عند كل اللعيبة، وهيرجع أسرع وهيكون إضافة كالعادة للأهلي ومنتخب مصر بعد عودته بالسلامة. ألف مليون سلامة على أكرم توفيق. طيب دي كانت أخبار الأهلي في السوشيال ميديا.